احلى بدايه واحلى مسار على مستوى الدوري المغربي الممتاز. مركز الوصاف خلف المتصدر نادي الوداد الرياضي، ولكن قلت هذا الموسم تعاقب، ولكن في لونة الأخيرة الدولي أصبح اللاعب وسط الميدان وكيس. سنتابع مشهوداته مع مرور دقائق المباراة على مستوى الهجومي، بينما الكرة الأمامية لفائدة الغزالة السوسية هنا على الجهة اليسرى، محاولة رفع الكرة لكن بعيدة تماما عن مرمى ناس سنيتي. بس اوتو كونغول البرازافيل كان بامكان على فكره النادي البركانيه تحقيق الانتصار خارج الديار، بالنظر الى المباراه التي قدمها النادي البركانيه فرص عديده. استلام من هنا متابع بكره واللمسه، عبد الكريم البعدي يوصل هناك للجهه اليسرى، محاول المرور من تامر الصيام يربح جانبيه. وسجل هنا غيحية ياجور، يقطع ياسين الرامي في وسط الميدان. احلى جمهور، فضاء رائع جدا ملعب ادرير والجماهير الاكاديريه اللون الاحمر، بينما بالمقابل تنقل محترم لانصار الرجاء الرياضي. كره في وسط الميدان، قلت من الحسنيه الثبات في التشكيل. سفيان البوفتيني الرامي في المحور، بعد كدير ايسر الخنبوبي على الجهه اليمنى، الماديو بيلا اخر الى الجهه اليسرى، والصعود ياسين الرامي وسفيان البوفتيني مع بدر الكشاني. اذا تلعب الركنيه، ناس سنيتي يتصدى الذي يكسب الرسمية اليوم. طبعا سعد الكحل غاب لفترة، لكن كدي الاختيارات للمدرب الفرنسي باتريس كارتيران لفضل سعد الكحل، يقل قيمة وشهرة عن نادي الأهلي وعن نادي مازيمبي، وبالتالي يعي تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأنه يدرب فريق كبير، فريق عنده شهرة قارية وكذلك عالمية، وبالتالي هو مطالب بتحقيق الانتصارات ومطالب بتحقيق الألقاب. مواجهة سنشاهد الإعادة هنا، لاحظ مرة أخرى هل كان فيها تسلل في اللقطة الماضية. عموما بدر الكشاني في لحظة انفراد مع في كل مكان، في كل شبر هناك في المملكة المغربية. نعتز كثيرا بالأمازيغ ونعتز كثيرا باللغة الأمازيغية وبأحلى صاحبة الوعي والفكر العالي جدا على مستوى التعطير وعلى مستوى التشجيع وعلى مستوى الحضور الجماهيري في مباريات حسنية أكادير. تلعب الكرة على جوية نناح، يلعب الى الجانب ليما مابيدي، تمشي له الكره هنا مقطوعه بالراس، ملعب كريم بعدي يسترجع عناصر حسنيه اكادير مره اخرى. سعد الكحل، هناك سوء تنسيق بين الثنائي بدر بنون وكذلك سعد الكحل، وذلك اتضح اكثر في الفرصه التي جاءت لاتجاه حفيظي مباشره لدويك، يرفع داخل المنطقه في اتجاه محسن ياشور، ترجع مره أخرى لفائدة الأخضر الناح، لمسة واحدة من الكحل تمشي لمرحلة إياب مثيرة. وأكيد الوداد والحسنية والرجاء والنادي البركانية وأندية أخرى معنية بمنافس على اللقب بالنظر إلى التقارب الكبير في عدده. إذن تلعب الجانبية بسرعة من محمد الدويك، محمد الدويك استخلاص، هناك حذر شديد من جانب الفريقين. لو جرول الرائع لسفيان الرحيمي والطريقه التي مرر بها الكره في اتجاه الحفيدي، لكن الحفيدي لم يكن محدود. القيم ينقذك يا عبد الرحمن يا الحواصلي. قصيره فابريس، هنا ضيع الكره والكونتر اتاك الاكاديري، الاجمل مرتده هنا، خطوره الحسنيه والكره تخرج الى التماس. هذه قوه الحسن والرجاء، عنده الاستحواذ والرجاء اللي بادر الان للهجوم، بينما الحسنيه تترقب. الحسنيه تبقى في الخلف، والحسنيه نعم تنتظر الفرصه. اذا تلعب الجانبيه هنا، بعدي لمس رائعه ومرور اجمل، محاوله الاختراق، يبحثون عن المرور، والدودي يطلب من بعدي الصعود. بعدي يتقدم، يلعب لتامر صيام، يتحرر من الرقابه. تامر ماذا يفعل؟ العرضيه ولكن في متناول انس سنيتي. الخمس دقائق المتبقيه اذا، الاولى 0-0 حتى الان، مباريات متكافيه بين الطرفين، والدويك يحاول على مرور بعد ذلك
يدخل تامر السيان بيني في اتجاه بعدي تامر السيام. هل في تدخل حكام يكتفي بالإعلان عن ضربة بينما الصورة للجماهير الحسنية السوسية التي أصرت على الحضور بهذا العدد الكبير. الآن بإمكان الجماهير السوسية أن ترفع الرأس لأنه حقيقة عن دور الأمامية وصلت لبدر الكشاني على الجهة اليسرى والكرة تبعد بعد ذلك إلى التماس. أي واحد يعيش في أكادير ومحظوظ، محظوظ لأنه يعيش في مدينة جميلة وسط أناس كرماء وسط أناس طيبين، لأن المنطقة ويمثل الأمازيغ كذلك إلى جانب الأندية الأخرى كشباب الريف الحسيمي وشباب أطلس خنيفرة. وصلت الكرة للجهة اليسرى لفائدة نادي حسنية أكادير، ملعوبة في اتجاه بناني، ترجع مرة أخرى المهدي أوبيلا بلمسة يحضر التمرير كل كبير اسمه أناس زنيتي يرتب الأمور ويترقب هذه الكرة هنا مرفوعة. أناس زنيتي في المتابعة بعد ذلك هنا لما مرر كرة ممتازة يا جور سنشاهد الان ردة فعل الحسنية كيف ستكون بعد الهدف الذي سجله لاعب ياجور. واكيد سويسا لا يستسلمون، سويسا لا يتراجعون، سويسا سيتقدمون. وهذه عرضية مرة جانبية، هدف. مشاهدينا الكرام الزوار يتقدمون على طريق ياجور الحفيدي، هنا طريقة جيدة في الاحتفاء بالكرة. تامر السيام كيف سيتعامل ميغيل غاموندي مع هذه الغير بدخول اللاعب الناني مكان جلال. الكرة تمشي للجهة اليسرى، هنا متابعة جيدة من الدويك، تمريرة ضايعة ترجع مرة أخرى. النجاح يا زكريا، الحكم يقول يلعب واصل لا وجود لخطأ. زكريا حذريف طلب بوجود ضربة حرة للاسترجاع بسرعة. بدر بنو حدث عن البطل وعن فريق عاشق الألقاب ويتمنى المزيد، لأن الرجاء متعطش للألقاب والدافع هي قيمته وجماهيريته. انمح ملوكي الآن دخول مهاجم صريح مكان لاعب وسط ميدان، وبالتالي الصورة قد تتغير لأن أكادير سترمي بكل ثقلها. زاوية 90 كانت في الزاوية المستحيل على أناس، كرة أمامية، الرجاء ستحاول التقدم من جديد ولكن الحسنية بعد الهدف تغير نصامي. هنا الثقة عادت مرة أخرى للحسنية. أي جمال في الأداء، أي جمال يا الحسنية والركنية. الكحل يقطع كرة اللاعب السيام. الحسنية في الضغط، خطأ من ياسين الرامي، تمشي لوسط الميدان. الراجا بخبرته قادر على قلب الموازين من جديد وقادر على التسجيل من جديد، ولكن قبل ذلك هناك هجمة قادرية فوق كرة قادرية من جديد. أحلى كرة لسويسا في هذا الشوط الثاني. ميدي أوبيلا، اوه ممتاز، اوه ممتاز هذا التبادل. الكرة تتحول بعد ذلك للتمس، يقول فريق تعويض. على فكرة فريق الرجاء الرياضي مباريات الكاف يعني غير الملعب من مراكش لمدينة الرباط رسميا، ففريق الرجاء سيستقبل مباريات كأس الكونفدرالية للتنفيذ. هنا أربعة خمسة عناصر قادرية داخل منطقة الجزاء، تلعب ياسيام على القائمة الثانية والمتابعة بعد ذلك مادي أوبيلا. هناك فراغات في وسط الميدان، فراغات في وسط الميدان. بناني يلعب الكرة بسرعة لتامر السيام، ياسين الرامي يصعد، ملعوب على الجهة اليسرى في ملعب أدرير. استخلاص لهذه الكرة، حكم ماذا يقول؟ عبد الكريم بعدي يعيد مباشرة للمادي أوبيلا. هنا تلعب المادي أوبيلا ولا وجود وضعية تسلل، دائما الخطورة. أكاديرية مراوغة جميلة، فرصة، فرصة، أو راية مرفوعة، راية مرفوعة. ثانية متعود يلعب بهذا الأداء في أكادير بين واحد اثنين. أحلى كرة مع الفريقين، والعرضية بعد ذلك تتحول إلى الركنية. الكرة كانت في اتجاه الأداء الراقي لأنه فعلا أداء يشرف الكرة المغربية قاريا. تلعب هذه الركنية للقائم الأول للسلام من طرف اللاعب الحفيدي.